مستر تشافي هرنانديز عنده شعرة ساعة تروح وساعة تيجي، ومش تشافي بس، ده فريق برشلونة كله في حاجة غلط الموسم ده، كأن حد ضرب مفك في قلب الفرقة بوظها. تعمل ماتش كبير ضد أتلتيكو مدريد وتكسب وتقرب من صدارة الدوري، وهوب تاخد على عينك من جيرونا بالأربعة على أرضك ووسط جمهورك، والنتيجة محدش فاهم حاجة. هو برشلونة مشكلته فين؟ مشكلته في اللعيبة، ولا مشكلته في المدرب، ولا العيب في الجمهور واحنا مش عارفين، ولا يمكن العيب فيا أنا؟ تعالى وأنا هحكي لك الحكاية. أول حاجة عايزك تفتكر برشلونة خلص الموسم اللي فات إزاي، وكان متوقع إيه يحصل في الموسم الحالي. الفريق بقيادة تشافي هرنانديز نجح في الفوز ببطولة الدوري للمرة الأولى، وده بعد غياب 3 سنين متتالية، وخلال الموسم بالكامل دخل مرمى 20 هدف في الليجا، وكان أقوى دفاع في أوروبا. على النقيض تماما بقى هتلاقي برشلونة الموسم الحالي، وبعد مرور 16 جولة بس اهتزت شباكه ب 18 هدف، ودي الملاحظة الأولى على برشلونة السنة دي، وهو تراجع المردود الدفاعي للفريق بشكل ملحوظ، بالرغم أن الفريق في موسم الانتقالات الصيفية قدر يحل بعض من مشاكله ويدعم تشكيلة الفريق بأكتر من لاعب مميز، أولهم البرتغالي جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي السابق، واللي يعتبر واحد من أفضل الأظهرة اليمين والشمال آخر 5 سنين، وتاني لاعب كان المدافع الأسباني إيناجو مارتينيز من نادي أتلتيكو بالباو، علشان يبقى عندك خط دفاع متكامل تقريبا، كانسيلو وبالدي على الطرف، وفي القلب كان عنده أراوخو وكوندي وكريستينسن، ومعاهم إيناجو مارتينيز. وفي خط النص اشتريت صفقة متواضعة زي أوريل روميو علشان تعوض بوسكيتس، وقلنا ده مفهوم ومعروف علشان مفيش فلوس، لكنك قدرت تتعاقد وبشكل مجاني مع جندوجان نجم وسط السيتي وبطل الثلاثية في صفقة أكتر من ممتازة. وعلشان تكمل التورتة نجحت في خطف جواو فيليكس من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة، يعني على مستوى الصفقات وتدعيم التشكيل أنت أقوى من الموسم اللي فات وبفارق كبير كمان. وقبل ما نتكلم في اللي بيحصل دلوقتي، ياريت تنزل حالا بالا في الكومنتات تقول لنا شايف ايه مشكلة برشلونة الحقيقية، وما تنساش طبعا اللايك، ويلا بنا نكمل. برشلونة في الموسم الحالي بيقدم أداء غريب جدا وغير مفهوم، خصوصا في بطولة الدوري الأسباني. الفريق ماتش يكسر الدنيا وكأنه المرشح الأول على اللقب، والماتش اللي بعده تحس إنه فريق بيصارع على الهبوط. مفيش شكل ولا أسلوب واضح للفريق يطمنك إن برشلونة بيتطور، لا إحنا هنلعب على إمكانيات اللعيبة وربنا يسهلها بقى. وللسبب ده هتشوف برشلونة بيكسب فريق قوي زي ريال بيتيس بالخمسة، ويتعادل ضد غرناطة اللي بينافس على الهبوط، ولما تلاقي مشكلة زي غياب هوية أو شكل للفريق عينيك على طول لازم تروح ناحية المدرب وتسأل نفسك سؤال مهم: هل تشافي هو الرجل المناسب حاليا لبرشلونة، ولا كفاية عليه الفترة اللي فاتت وكتر خير الدنيا لحد كده؟ وأكبر مشاكل تشافي إنه بيظهر في أوقات كتير جدا عاجز عن تقديم أي حلول لفريقه، وخاصة في المواقف الصعبة. وأفكرك كده بكم ماتش الموسم ده علشان تكون مجمع معايا احنا بنتكلم في ايه. فاكر ماتش شختار في دوري الابطال؟ برشلونة وبالرغم انه امتلك الاستحواذ بنسبة 68% لكنه سدد كورة واحدة بس على مرمى شختار، وما قدرش تشافي يعمل اي حاجة في الماتش غير انه يرمي اللعيبة في الملعب ويدعي ان حد يقدر يعمل الفارق. والسيناريو ده متكرر في ماتشات كتير قوي الموسم ده، ومنهم ماتشات برشلونة فازت بيه زي ماتش ريال سوسيداد اللي بالبلد كده برشلونة اتقطعت فيه كورة لكنهم قدروا يخطفوا المكسب في اخر دقيقة. وبرشلونة تخطى بقى موضوع انه يلعب ماتش حلو وماتش وحش، دول بقوا بيلعبوا شوط حلو وشوط وحش. يعني مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد قدم برشلونة شوط اول ممتاز جدا يليق بيه، وطلع متقدم في النتيجة 1-0 كمان، وقدر يخطي خطورة نجم ريال مدريد الاول جود بيلينجهام كأنه مش موجود في الشوط الأول.
الأول، لكن في الشوط الثاني بيلينجهام خلص الماتش وعامل الاحتفال بتاعه ده كالعادة. تخسر الكلاسيكو على أرضك بعد ما كنت متقدم الشوط الأول والفريق ظهر تايه جدا في شوط اللقاء الثاني، طب إزاي طيب؟ ونفس القصة في مباراة بورتو في دوري الأبطال، تلعب شوط أول سيء جدا وبعده شوط ثاني كويس جدا، لحد ما وصلنا بقى للفضيحة الكبيرة واللي كان ممكن تبقى أسوأ من كده لولا حظ تشافي وبرشلونة. بقى راجل تخسر ديربي كاتالونيا من فريق ابن امبارح بالأربعة وعلى ملعبك، دي كبيرة قوي على برشلونة يا جدعان. جيرونا في اللقاء الأخير كان بيلعب الكرة اللي جمهور برشلونة مستني فريقه يلعبها، وكان واضح قوي إن جيرونا هيقدر يطلع باللي هو عايزه من اللقاء، وأحرجه برشلونة قدام العالم كله علشان ينتهي اللقاء بالخسارة المذلة لبرشلونة وسط أداء باهت جدا، وخصوصا لهداف الليجا الموسم الماضي روبرت ليفاندوفسكي اللي بيعيش في حالة من التوهان من بداية الموسم، سيء في كل شيء تقريبا. بقى الراجل اللي نجح في التفوق على كريم بنزيما الموسم الماضي في صراع هداف الدوري الأسباني بيقدم الموسم ده عك كروي مكتمل الأركان، وده في كل مباريات الفريق تقريبا. مفيش مرة الموسم ده ظهر ليفا كده بشكل جيد ويقدر يشيل برشلونة ماتشين ثلاثة ورا بعض، وزاد على كده اهداره للفرص بشكل غريب واللي أثر عليه وخلاه حاد في التعامل مع زمايله، زي ما حصل مع لامين يامال في مباراة برشلونة ضد اللافيس في الدوري، أو ماتش جيرونا مع رافينيا، لدرجة إن جمهور برشلونة بقى كل أماله في خط الهجوم متوقفة على البرازيلي فيتو روكي اللي هيوصل في شهر يناير، على أمل إنه يطلع نار من بقه ويعمل فرق مع برشلونة، أو على الأقل يخلي ليفا يصحصح شوية الباقي الموسم. يعني أنت كده اعتمادك في خط الهجوم متوقف على اتنين لعيبة، واحد 16 سنة والتاني 18 سنة، يعني جوز مراهقين، وغير الأداء والنتائج بقى وكل ده، فبرشلونة تعرض لأكتر من صدمة على مدار الموسم بسبب الإصابات، أكبرهم أكيد أكيد كان إصابة جافي مع منتخب أسبانيا واللي هتحرمه من اللعب لنهاية الموسم، ده غير إصابة الحارس الأساسي للفريق تريشتيجن وغيابه لحد شهر فبراير تقريبا، وفي النص كده تعرض الفريق في شهر نوفمبر لإصابتين كانوا أهم من بعض، الأول كان بدري واللي غاب لمدة 9 أسابيع عن الفريق ولسه مش قادر يمسك مستواه بعد الإصابة، ومعاه فرينك ديونج اللي غاب لسبع أسابيع في نفس الفترة تقريبا، والغيابين دول تحديدا مشكلة كبيرة، لأن بغيابهم بيضطر برشلونة أكتر إنه يعتمد على لمحة فنية من كانسيلو أو فيليكس، ولو ما حصلتش فبرشلونة بيعطل. أما في النهاية بقى وبعد وجود تشافي كمدرب لفريق برشلونة لعامين كاملين، بدأ الشك يدخل لمشجعي البارسا، هل تشافي هو المدرب المناسب للمرحلة اللي جاية؟ ولا كفاية عليه كده بقى والنادي محتاج مدرب أقوى للمستقبل؟ لأن هدف برشلونة الأساسي هو العودة للمنافسة على بطولة دوري أبطال أوروبا من جديد، مع إن بالمنظر ده فبرشلونة في الأغلب هيودع البطولة من دور الستاشر لو قابل أي فريق محترم. صحيح الفريق اتطور مع تشافي، لكن مع التشكيلة الموجودة حاليا أنت مفيش عندك أعذار تقدمها، لازم تكسب وتنافس وكمان تقدم كرة برشلونة الجميلة الحلوة اللي احنا متعودين عليها، غير كده يبقى منصبك في خطر. والسؤال بقى هو لو برشلونة قرر رحيل تشافي فعلا، مين موجود دلوقتي على الساحة يقدر يغير من شكل الفريق؟ هل هو مثلا هانز فليك على أمل تكرار تجربته مع بايرن ميونخ، ولا مدرب زي ديزيربي اللي بيقدم كرة جميلة جدا مع برايتون؟ أسئلة كتيرة حوالين برشلونة في الفترة الأخيرة، لكن أغلب الظن إن شهر العسل بين تشافي والجمهور وصل لنهاية. وبس يا سيد، ده كان فيديو النهاردة، ما تنساش بقى تشوف الفيديوهات اللي فاتت وتعمل اشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد. سلام يا صديقي.